الرحلة الـ24 لحد ما حسيت بحقنة بتدخل في دراعي، وبعد فترة بدأت أفتح عيني بالراحة. مرت عليا دقايق على ما بدأت أشوف تاني، لقيت صقر واقف فوق راسي وبقول الحراس سيبوه كده، خلي المحلول يمشي في جسمه وبعد ما يقدر يتكلم تجيبهولي عشان أتصرف معاه. عدت الدقايق عليا طويلة جدا لحد ما اتمسكت ورجع لي الوعي تاني. لقيت جسمي متربط كله بالسلاسل، وأول حاجة لاحظتها الجرح الجديد. اتأكدت إنهم خرجوا الشريحة من جسمي. من دلوقتي مضطر ألعب لوحدي، بس خلاص المكان اتعرف ومترقب من جهات كتير، وهبقى بالنسبة لصقر رهينة يقدر يتفاوض عليها لو الأمور اتأزمت. يعني الأيام الجاية أنا في أمان، وبعد كده نشوف إيه اللي هيحصل. عدوا الساعتين ووصل الحراس واخدوني القاعة كبيرة قاعد فيها صقر في النص. كان قاعد على كرسي عالي كأنه على كرسي العرش، وقعدوني على ركبي وحطوا وشي في الأرض. وقف جنبي واحد شايل سيف، وصقر أمر واحد من رجالته يتكلم. وقف وقال أما بعد فقد استطعنا بعون الله ورعايته القبض على أحد أنصار الفسق في بلاد المسلمين. كنا نتابعه منذ سنوات وتمنينا كثيرا القضاء عليه، حتى أتى بنفسه إلينا عن طيب خاطر، والآن سوف نخيره للمرة الأخيرة، إما أن يكون معنا أو يطبق عليه الحد. واحد من الحراس مسك شعري ورفع راسي في اتجاه صقر. شفت ضحكة صفرة على وشه وعلامات النصر على كل ملامحه. سألته قلت له ممكن قبل ما أرد عليك باختياري أتكلم أنا وإنت على انفراد؟ قال لي وقت الكلام انتهى، دلوقتي وقت الأفعال، قدامك 60 ثانية أسمع إجابتك. قلت له زي ما تحب، وبدأت أوجه كلامي لكل الحاضرين.